السلام عليكم ورحمة الله، معاكم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية. إذا بتشوفون خلفي هنا يسكن رواد الفضاء، كل رائد فضاء عنده قسم خاص أو يسمونه الكرو كوارتر، يكون فيه مثل غرفة خاصة يقدر ينام فيها، يحط أغراضه الشخصية ويقوم بمكالماته الخاصة في هذه الأماكن. طبعاً هنا ما تشوفون عندنا في جميع الاتجاهات، فأنا حالياً لو كنت فوق تقريباً بهذه الطريقة أشوفه مختلف، طبعاً أقدر أعيشني وأشوف الاتجاه عادي. فنحن في الفضاء ما نحس بالاتجاهات أعلى أسفل يمين يسار، إذا دخلنا في أي قسم نحس هو القسم المستوي وأن نحن اتجاهنا للأعلى، وهذه هي النود 2. الآن بنتحرك على النود أو على اللاب، وهو أحد المختبرات الموجودة في محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة الفضاء ناسا. طبعا هنا كثير من المعدات مثل ما تشوفون، مثل ما نشوف اللاب ومن اسمه مختبر، فأكثر التجارب العلمية تقام في هذا المكان وفي هذه الوحدة. على يميننا هني الراك ويطلق عليه الملفي، نقوم بتخزين فيه العينات، عينات الدم تحت درجة تصل إلى سالب 98 درجة مئوية، عينات مختلفة تخزنها بعدين يتم نقلها للأرض بعد فترة عند الإمكان. وتوجد تجارب مختلفة مثل ما تشوفون، وخلفي هني في جو باك، هذا الجهاز سايكلينج. طبعا رواد الفضاء لازم يسوي الرياضة يوميا ولمدة ساعتين، وهذه أحد الأجهزة الموجودة هني. فهذا الجهاز يقوم رواد الفضاء بعمل سايكلينج للحفاظ على أجسامه. مثل ما تشوفون هو منعزل عن المحطة ويتحرك، وبهاي الطريقة الاهتزازات اللي تحدث في هذا الجهاز ما تأثر في المحطة نفسها. وهني بعد عندنا اللي يسمونه الجلوف بوكس، نقوم بتجارب مختلفة داخل هذا الراك أو الرف بطريقة منعزلة عن المحطة نفسها. في هذا المكان، هذا المكان عنده جزئين، الجزء المشبه والجزء الفعلي. طبعا هني يقوم رواد الفضاء بالتقاط المركبات للوصول تصل الى محطة الفضاء الدولية. يتم هذا الجهاز بالتقاطها، رواد الفضاء يتحكمون مني بجهاز يدعى كرت ار الموجود في الخارج، يتمون يلتقطون المركبة القادمة ويقومون بالتحامها بالاماكن المخصصه لها على مثل محطه الفضاء الدوليه. وعلى اليمين نفس الجهاز ولكن هذا مشبه، رواد الفضاء يتدربون على هذا الجهاز يحافظون على كفاءتهم في العمل ولمعرفه اذا في اخطاء في التقاط المركبات. وطبعا الاماكن الاخرى نقدر نقول عنها مواقع تخزين، مثل ما تشوفون هنا عند البلس، يعني هذه معناته الاسعافات الاوليه مخزنه في هذا المكان. نحن رواد الفضاء نحتاج كثير من الادوات، من الادوات اللي نحتاجها التصوير، مثل ما تشوف الحين نستعمل اداه تصوير، وعندنا هنا معدات مختلفه من ادوات تصوير والعدسات المختلفه عشان تخدم الاغراض الموجوده على المحطه، مثل تصوير معدات، تصوير تجارب علمية أو أبحاث، نقوم بتصويرها وإرسالها للأرض. والحين نحن بندخل الإيرلوك أو غرفة الضغط. غرفة الضغط مثل ما نشوف من اسمها، هذه الغرفة يقوم رواد الفضاء بارتداء الخوذة أو البدلة في الفضاء للقيام بالسير في الفضاء. مثل ما نشوف هنا هذا البدلة الأمريكية
للسير في الفضاء، وهي عبارة عن مثل ما نشوف يعني مركبة صغيرة ومزود بكل الأجهزة اللي تساعد رواد الفضاء في العمل خارج المحطة ولساعات عديدة. يعني مثل ما نشوف إن عندهم متوفر لهم الضغط والهواء والأكسجين. طبعا هذه قسمين، القسم السفلي والقسم العلوي. رواد الفضاء في البداية يلبسون لبس أزرق وهو عبارة عن تبريد وفيه مياه، بعدين يقومون بلبس لبس الفضاء هذا مثل ما نشوفه لعمل الـ AVA أو السير في الفضاء Space Walk، لعمل الصيانة، تبديل بطاريات، إضافة أجهزة جديدة في الخارج مثل ما نشوف. طبعا إذا بنشوفه من داخل يعني هو عبارة عن خوذة حماية رواد الفضاء، في أكثر من خوذة هني مثل ما نشوف حماية رواد الفضاء. طبعا في خوذة ثانية في حالة وجود الشمس يقدرون ينزلون الحماية الإضافية. طبعا رواد الفضاء يقومون بهاي الأمور بشكل يعني من قبل، ويعني تنسيق مع جميع الجهات. طبعا هني رواد الفضاء يلبسون، بعدين يسيرون على مثل ما نشوف في الخارج في القسم هذا، ويتم غلق هذا الباب، بعدين عمل ديبرشرايزيشن، عمل انخفاض في الضغط في هذه الحجيره لسبع رواد الفضاء الخروج في الخارج محطه، وعمل الامور المطلوب عليهم. وهذه هي غرفه الضغط او الايرلوك. الحين بنوديكم على النود 3. والنود 3 مثل ما نشوف فيها التريدميل، جهاز للرياضة يقوم رواد الفضاء بالركض مثل ما نشوف بهذه الطريقة هني للأسفل. طبعا من يوقف رائد الفضاء هني خلاص عند الإحساس أنه واقف، فيقدر يركض باتجاه للأسفل. ومثل ما تشوفون هني عندنا نحن احد الاجهزة بعد يدرب عليها رواد الفضاء لعمل مثلا رياضات مختلفة مثل الضغط، البرس، ووضع جهد على الجسم، لان رواد الفضاء محتاجين هالجهد، لان في انعدام الجاذبية العضلات خاصة عضلات الارجل ما تتحرك، هذا يعمل ضمور في العضلة ويأثر في كثافة العظام، فيجب عليهم انهم يتدربون هني. وهذا القسم أو البيبة، وهي عبارة عن مكان لتخزين الـ الأمور كلها، يعني نقدر نخزن أي شيء نبغاه. كانت كرمته من قمامة، كان من أغراض التخزين واستعمالها في أمور أخرى يعني في المستقبل. مثل ما تشوفون الحين في القسم الروسي، وبالتحديد في الوحدة اللي اسمها الاسم، ووحدة الاسم هي الوحدة المسؤولة عن مثل ما نقول الكماند بوست، فيها الكمبيوتر الرئيسي اللي يراقب المحطة بشكل عام في حالة مثلا وجود اي تسرب، حريق لا سمح الله، دخان. الاجهزة والكمبيوترات موجودة خلفكم ان شاء الله بروكم اياها عقب، بس خلونا نتكلم عن المكان اللي انا فيه الحين. مثل ما تشوفون الحين انا في الجزء الخلفي من المحطة بالضبط في نهاية المحطة، تحت هني التريدميل. التريدميل عبارة عن المكان اللي يسوون فيه الرياضة وأيضا التجارب العلمية. وطبعا هو يعني الواحد يوم يبي يسوي رياضة هني شوي مختلف، لازم يثبت عمره من الأجهزة هاي اللي على الطرف بحبال، وبعدين يبدأ بالركض على التريدميل. وهذا هو التريدميل. طبعا مثل ما تشوفون خلفي هني أول رائد فضاء في العالم، الكوزموت يوري جاجارين، طبعا اللي وياه المهندس كبير المهندسين سيرجي كولروف. طبعا هي اعلام الدول الموجوده مثل ما نشوف انها المشاركه، وعلم دوله الامارات بعد موجود، لاني انا موجود هاي الفتره متواجد على محطه الفضاء الدوليه. ومثل ما نشوف بعد على يميننا هني المكان او الكرو كوارتر يسمونه، هو المكان اللي يرقدون فيه رواد الفضاء. طبعا هذا الشيء مكان شخصي، رائد الفضاء يدخل داخل هني، الواحد يسأل كيف ان الشخص يرقد، يدخل. وطبعا عندنا هني السليبنج باك، ما تختلف سليبنج باك يعني تقدر انت تسحبها كذي ها وتدخل داخلها بهاي الطريقه.
وخلاص ترقد. طبعا ما يختلف عندك انت اب داون سايد داون ما يختلف زين وخلاص. وبعدين تسكر تنام داخلها تسكر كذيها وخلاص. وهذا المكان خاص في كل رائد عنده مكانه الخاص فيه طبعا. وخلفي السويوز اللي جت منها اللي هي السويوز ام اس 15 في الخلف. نحن دخلنا من هاي المكان فاول يوم وصلنا للمحطه. طبعا عندنا هني التول بوكس او المعدات اذا في اي نوع من الصيانه يكون موجود هني. والحين في الطرف الثاني من الاس ام موجل طبعا مثل ما شفنا هني مثل ما تشوفون قاعدين انتم الحين في هذا القسم موجود المكان اللي يعدون فيه رواد الفضاء الاكل. طبعا الاكل عباره عن اما علب واما يي بهاي الطريقه يكون اكياس مجففه من الماي ونحن نضيف لها ماي في هذا الجهاز هني. كان شلون ذس وان هذا الجهاز طبعا نضع الكيس اللي فيه الماي او الاكل الجاف في هالمكان ونشغله بعدين يطلع هني يا ماي حار او ماي دافي. بهاي الطريقه نتريق مده معينه وبعدين ناكل. طبعا في هاي القطعه هني نفتحها بهاي الطريقه ونضع الاكل زين يسخن بعدين نسكره ونتريع عليه مده من الوقت عقب نقدر ناخذ الاكل ونستعمله. طبعا عندنا البسكوت عندنا الفواكه طبعا الفواكه الطازجه موجوده. رواد الفضاء يحبون ياكلون الاشياء اللي فيها نوع من التوابل لان حاسه الشم في المحطه شويه تكون اقل من المعدل الطبيعي. وهذا المكان اللي نحن نجهز فيه الاكل هنا. مثل ما تشوفني هالقسم الثاني طبعا هنا عندنا انواع مختلفه من الكاميرات للتصوير تصوير الارض واخذ صور مختلفه. هنا عندنا الكماندر كنترول المين للتحكم في المحطه بشكل عام. وهنا عندنا الكنترولز اللي عشان يتحكم رواد الفضاء بطريقه يعني لاسلكيه بالكارغو مثل السويوز كارغو يوم توصل المحطه يتحكمون من هذا المكان. والحين بنكمل على الطرف الثاني من المحطه في القسم الروسي. طبعا مثل ما تشوفون انا الحين في المكان اللي يصل بين الاس ام والاف جي بي. الاف جي بي هي اول قطعه من القسم الروسي وصلت الفضاء في 1998. واذا نزلنا تحت طبعا بنسير على الاس او ادين بالروسي. طبعا فيها يسوون رواد الفضاء السبيس ووك رواد الفضاء الروس وفيها بعد بدله الفضاء الروسيه. وفي هذا المكان طبعا في الفضاء ما يفرق تحت وفوق بس من تتلف راسك خلاص كل شيء يتغير عليك. طبعا مثل ما نشوف الحين هذه هي بدله الفضاء الروسيه وهذه هي الاس او ادين او الاس او 1. وطبعا بدله الفضاء الروسيه مثل ما تشوفونها يعني هي بدله استخدمها رواد الفضاء الروس في عمل الصيانه خارج المحطه في اي وقت يبونه. وفي هذا المكان يقومون بلبس اللبس البدله والخروج للفضاء. زين والحين بنسير على فوق. طبعا هذه هي الميم 2 او بالروسي ميم 2 الميم ريسيرش موجول امارم 2. طبعا فيها بدله ثانيه هي موجوده ومثل ما تشوف فوق بعد في سويوز اوريدي دوكت وراسيه في الطرف هذا. طبعا هاي رواد الفضاء اللي وصلوا قبلنا للمحطه في هذا المكان زين. وبعد هاي نفس المكان تعتبر للتخزين لتخزين الاغراض ويعني يحطون فيها رواد الفضاء يعني الامور الاحتياطيه في المحطه. والحين بنروح على الاف جي بي. نحن الحين في الاف جي بي. الاف جي بي هي اول قطعه مثل ما قلت وصلت للفضاء من محطه الفضاء الدوليه ومن القسم الروسي. وبعدين كانت القطعة الأولى من القسم الأمريكي اللي هي ندول. والحين تعتبر هال يعني الجزئية أو الجزء السفلي منها نقدر نقول هو للتخزين ويستخدمها رواد الفضاء أيضا للقيام مثلا بالأمور الصباحية مثل غسل أسنان الاستحمام في هالمكان. طبعا في هالمكان بالضبط في هذا المكان رواد الفضاء هني يوقفون ما يوقفون يعني قال يعني تقريبا نحن ما نوقف في الفضاء لكن ويستخدمون هاي المرآة غسيل أسنان
يغسلون وجوههم الصبح، وانا استعمل بعد بالوضوء هني، والاستحمام يستعملون هني طبعا، يسكرون هالقسم بهذه الطريقه وياخذون راحتهم يعني بهذه الطريقه. رواد الفضاء يعني يقومون بامورهم الصباحيه والمساء الصبح. ومثل ما نشوف الحين في هالمكان هني، هاي الادوات الصحيه الخاصه بكل رائد فضاء، معجون الاسنان، الفرشاه، ماكينه الحلاقه، الامور الثانيه يعني المراه موجوده هني الخاصه فيه، عشان يغسل الخيط مال تنظيف الاسنان، الاشياء كلها يعني اللي يحتاجها رائد الفضاء، واشياء شخصيه هاي تعتبر يخلص منها زي ما تشوفون بهاي الطريقه. والحين بنروح على القسم الاخير اللي يوصل بين القسم الروسي والامريكي. طبعا اذا نزلت تحت هنا انا بسير على الام ار ام 1 او الميم ادين، وهي تعتبر القسم التجارب في القسم الروسي، او جزئيه التجارب في القسم الروسي. طبعا انا مدخل داخل خلاص والف، فيتغير علي الاحساس بالاتجاهات. مثل ما تشوفون خلاص بهاي الطريقه نقدر نسوي تجاربنا هني، ونقوم بالتجارب كلها الاقسام تحت تعتبر التخزين. هني في اقسام للتجارب العلميه، وفي النهايه هناك السويوز اللي برجع فيها، السويوز ام اس 12 اللي انا برجع فيها ان شاء الله بكره. اتمنى غطيت لكم الجانب الروسي والمحطه بشكل عام، وان شاء الله في المستقبل منكم حد يجي ان شاء الله المحطه ويشوف ويستفيد من اللي فيها ان شاء الله. كان معاكم رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري من محطه الفضاء الدوليه، مع السلامه.